من حق أعيش، كلمات تنقل صوت أطفال يطالبون بحقهم بالتعليم والتعبير والإبداع، أغنية تحمل معاني المحبة والعطاء وتهدف إلى الإيمان بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم والمساندة لهم. سأبلغ الهدف، فإما أن أنجح وإما أن أنجح. من حقي التعليم، من حقي التعبير، حقي أعيش. أحبة عطاء. العمل سميناه حقي أعيش لأنه كل واحد من هاي الشريحة عنده القوة اللي الله أعطاه إياها، المفروض إن إحنا بس نآمن فيه ونركز على القدرة اللي عنده كيف إحنا نطور له إياها. رح يطرح أغنية خاصة طبعا اسمها حقي أعيش. الأغنية كلماتي وألحاني، توزيع معين شعيب، سجلت موسيقى في تركيا، إخراج ميسم كنعان اللي هو مخرج سينمائي. رح يكون من وراء هاي إحنا رح تشوفوا عمل شاركونا فيه 12 ولد من ذوي احتياجات خاصة. طبعا كان في عنا البطل اللي هو فراس خطيب. رح تشوفوا قديش بيناهن بطريقة حلوة، طريقة ممتعة، انه احنا نشوف انه هاي الشريحة رائعة جدا، تعالوا نتفشها، تعالوا نعطيها دعم، تعالوا نآمن فيهن، نآمن بقدراتهم. خلقني الله مثل ما خلقك، يا امي لا تخافي انا ابنك. خلقني الله مثل ما خلقك، بوعدك رح يجي بكرة اليوم. الفيلم عن الاغنية تبعت هذا المشروع كله، فيها عن موضوع العطاء. رح أحكي قصة نجاحي وحياتي، اللي هي أكثر التغيير الجذري اللي صار بحياتي، من إنسانة اللي كانت تمشي وفجأة صارت على كرسي متحرك. كل الصعوبات والتحدي اللي مرقت بكل فترة المرض، وبعديها أنه كيف اتحديت، تقبلت الإعاقة اللي عندي، أخذ دعم أكيد من عائلتي، أصدقائي، دعم المحبة والدعم المعنوي والمحبة اللي كانت وعطوني إياها، وأكيد نجاحات اللي عملتها بحياتي بعد ما رجعت على البلد ورجعت على التعليم. أولادنا هني أنا بالنسبة لي ولد زي أي ولد عادي، عنده شوية محدوديات. إحنا مهم جدا كأهل ندعم أولادنا ونشعرهن إنهن هني ما فيش عندهن أي نقص بيعانوا منه. فأنا من ما خلق ابني يعني أنا بعامله زيه زي أي ولد عادي في البيت، يعني طبعا بالشعور كمان من خلينا نقول إنه من راعي مشاعره، من راعي الأشياء اللي هو مش عم مقتدر فيها، إحنا عم نساعده. يخلق طفل جديد من حس وهم علينا، لكن الله عطانا هديه.